السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مخيمرات أو مطلعات كيجيو هائلين سهلين في التحضير والمكونات ديالهم جد بسيطة. فإلى عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا في لاشين باش توصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاج 250 غرام ديال يعني السميد الناعم جدا أو القمح الممتاز. عندي هنايا كذلك 500 غرام من الدقيق الابيض، قبصه من الملح، وملعقه من خميره الخبز، وغادي نجمعوا الخليط بالماء الدافئ. فعلى بركه الله غادي نخلطوا العجين ديالنا على الشكل هذا، وغادي نجمعوه بشكل عادي يعني كما كتجمعوا العجين. من بعد ما جمعت العجين يعني كان جمعة خفيفة كما كتشوفوا معايا، انا هنايا خليتها تقريبا واحد دقيقة، جيت لقيتها خمرات هنايا بالمساعدة ديال القليل ديال الزيت من الزيت كما كتشوفوا معايا. غادي نصوبهم على هذا الشكل هذا، وغادي نحطوهم يعني في واحد البلاطو او في شي فوق يعني شي منديل يرتاحوا شويه على ما نكملوا يعني الباقي الحبات اللي عندنا، عاد نقرصوهم يعني صوبوا الحجم اللي بغيتي، وانا غنصوب حجم متوسط على هذا الشكل هذا. يعني انا كنصوبهم فوق الطبله يعني فاش غادي نسالي على داك الساعه غادي نوريكم فاش نجي نقرص. يعني من الاحسن تصوبوها فوق شي بلاصه يعني كبيره باش تساعدكم. هذا الشكل هذا يعني ضروري العجينه ديال هاد المطلعات هادو كيخصها تجي خفيفه يعني باش تساعدكم ويجيكم خفيف ومجعب من الداخل. فانا غادي نكمل بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاود نطلق. اخواتي كما كتلاحظوا معايا فانا بديت كنقرصو على هذا الشكل هذا، كنجيب واحد المنديل كنخوي فيه يعني انا هنايا في هذه الزلافه هذه، خلطت شويه ديال الدقيق الابيض مع السميد الرقيق كنرشوهم هكا وكنقرصو يعني بكل سهوله على هذا الشكل هذا. كنصوبوا اول حاجه الجوانب، وعاد كنصوبوا الوسط. على هذا الشكل هذا كنقادوا يعني المطلعات ديالنا. نعاود معكم حبه اخرى، يعني انا راني قرصت في الاول قرصت واحد الكميه، بقاو غير هاد الحبات هادو. على هذا الشكل هذا كنحاولوا ما نلصقوهمش باش فاش يخمروا ما يلصقوناش. على هذا الشكل يعني طريقه جد سهله وسريعه كما كتلاحظوا معايا، فاش كتوضعوهم هكا يعني فاش
كتجيو تقرصوهم كيتقرصوا بسهوله يعني بهذه الطريقه هذه. انا غادي نكمل بنفس الطريقه وغادي نغطيهم حتى يخمروا جيدا ونعاودو نتلاقاو باش نطيبوهم. اخواتي من بعد ما خمر المطلوع ديالنا انا هنايا رديت مقلاه ديال الطيفال تسخن. ممكن انا كون ديرو يعني في مقلاه ثقيله بحال بحال فقط في مقلاه ثقيله يعني كنديروا له يعني شويه ديال الزيت باش ما كيلصقش. اما المقلاه ديال الطيفال ما كنديرو والو يعني كيجينا ناشف على هاد الشكل هذا. يعني كتخليو المخمرات ديالكم حتى كيخمروا جيدا. غادي نخليها تشد راسها واحد شويه قبل ما تبدا تنفخ. غادي نقلبها كما لاحظتوا معايا. على هذا الشكل هذا يعني هي كطيب وانتوما كدوروها باش كطيب لكم الجميع الجوانب. كتجينا على هذا الشكل هذا يعني هشيشة كما كتشوفوا. انا هنايا درت حبه واحده اخرى غادي نقلب. يعني كتشد راسها شويه كنقلبها يعني نتمنى الاضاءه تكون هي هذيك حيت فاش كنطلع كنشد الريدو كتبان لي الاضاءه ضعيفه. عاد فاش كنحلو عاد كيبان لي عاود الاضاءه زايده بزاف. يعني هكا كنبقاو كنحركو بهذه الطريقه هذه كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. يعني كتنفخ يعني هذا الشيء راه ماشي حراق كيبان لي في الكاميرا يعني بحال راه حراق وراه ماشي حراق. يعني راكم عارفين الاضاءه على هذا الشكل هذا. مازال نزيد له واحد شويه صراحة كيجيو مطلعات هائلين. دائما نستمروا بالتحريك كما كتشوفوا معايا. نطيبها دابا من الجوانب كنوقفوها هكا باش كيطيب لنا الجانب. وغادي نستمر بنفس الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله
ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالهم النهائي. اخواتي كما كتلاحظوا معايا، فمن بعد ما طيبت المطلعات اللي عندي كاملين، فهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو على هذا الشكل هذا، صراحه كيجيو هائلين، هشاشين وخاويين من الداخل كما كتشوفوا معايا. شوفوا كي كيجيو من الداخل، يعني خاويا كما كتشوفوا. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهاية الوصفة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.